لكن من خلال ترندات الآلة عندنا بعض التفاصيل محتاجين برضو نشرحها ونعلق عليها بالنسبة لكل المشاهدين. لو هبدأ بالصفحة الرسمية لليوم السابع اللي اهتمت بشكل كبير جدا بتصريحات العميد محمد مرجان اللي قال فيها إن الأهلي حدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب أمام نادي الوداد المغربي. النادي الأهلي سريعا أول ما تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بعد اعتماد القرار من لجنة الطوارئ أرسل للاتحاد المصري وبالتبعية للاتحاد الإفريقي اليوم اللي بيتم اختياره لمباراة الإياب إن شاء الله كان أحد يومي 2 و3 أكتوبر. النادي الأهلي اختار يوم 3 أكتوبر بالتأكيد. في النهاية الاتحاد الإفريقي لما بتجيله الخطابات من كل الأندية في اختياراتها المبدئية بيتم تسكين المواعيد حسب معايير بيحددها الاتحاد الإفريقي، سواء متعلقة بالناحية الجغرافية، بمواعيد البث، بمواعيد التسويق أو المواعيد البث وإجراءات التسويق في هذه المباراة، لأن ما فيش مباراة تتلعب في نفس اليوم ولا في نفس التوقيت، فبالتالي المباراة كلها بتتلعب بأريحية في مواعيد مختلفة وفي عدد ساعات مختلفة عشان تكون نسبة المشاهدة عالية للجميع. فدي مواعيد كل نادي بيختار الميعاد المناسب ليه، وفي النهاية القرار للاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. أيضا كمان الحساب الرسمي للوطن سبورت اتكلم على إن الأهلي بيبذل مجهودات في الفترة الحالية في مسألة حضور الجماهير لمباراة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. في النهاية الاتحاد الإفريقي لما اختار وأعلن المواعيد قال بالنسبة للكونفدرالية المباريات هتتلعب بدون جماهير، لكن جه عند دوري الأبطال ولم يحسم الأمر وقال هيتم النظر في الأمر طبقا للاشتراطات الطبية وما سيسفر عنه الاجتماع الطبي خلال الفترة القادمة لتحديد آلية حضور الجماهير في الذهاب والإياب لدوري أبطال إفريقيا. كان في كتيب من 27 ورقة متعلق بحضور الجماهير وحضور الفرق للمباريات وإجراءات دخول الفرق والحكام، وأيضا كمان الإجراءات الاحترازية اللي هيتم تنفيذها في الملاعب الإفريقية خلال الفترة القادمة. ده الدليل الاسترشادي اللي من خلاله الاتحاد الإفريقي هيعلن أولا في جمهور ولا مفيش جمهور، لأن الكاف لو قال مفيش جمهور لا هيكون في جمهور لا في مصر ولا في المغرب. لو الكاف حط معايير معينة في حضور الجماهير هيكون الأمر إرشادي للدول، وهنا يكون الأمر متعلق بكل دولة هي اللي تحدد دخول الجماهير بأي معيار وأي عدد بالنسبة للمرحلة القادمة. فلسه الأمر في نقاش بالنسبة للفترة اللي جاية.